ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن نادي الرجاء الرياضي مساء الأحد أنه قرر توقيف لاعبه زكريا أحدراف بعد سلوكه الأخلاقي في حق زميله أنس زنيتي في لقاء الديربي ضد الوداد الذي جرى بمراكش برسم مؤجل الجولة 10 من البطولة الاحترافية والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدف لصفر. وجاء في بلاغ نشره النادي الأخضر عبر موقعه الرسمي على إثر تصرف غير رياضي الذي بدر عن اللاعب زكريا أحدراف، وبالنظر لجسامة الخطأ المرتكب اجتمع المكتب المديري للنادي على وجه الاستعجال وقرر بالإجماع توقيف اللاعب المذكور إلى أجل غير مسمى واستدعائه للمثول أمام اللجنة التأديبية لاتخاذ التدابير القانونية وفقا للنظام الداخلي للنادي. وعرفت المباراة طرد حدراف في الدقيقة 82 بسبب حركة غير أخلاقية قام بها تجاه زميله أنس زنيتي إثر نقاش حاد بينهما تخلله تبادل السباب على ما يبدو. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.